أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ملفنا الطبي الرئيسي عن اعتلال البروستات أو المشاكل التي تصيب تلك الغدة، وهي تعتبر أحد أبرز المشاكل الصحية التي تواجه الرجال، فرغم اختلاف الأمراض التي تصيبها إلا أن الأعراض تبدأ بصعوبة التبول وأيضا ضعف جريان. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أمجد فاروق، استشاري جراحة المسالك البولية. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. دكتور، طبعا موضوع غدة البروستات والمشاكل اللي بتصيبها يعني واسع وكبير، خلينا نحاول نشوف إيش أكثر الأمراض اللي تحديدا بتصيب غدة البروستاتا. والله البروستاتا زي أي عضو من أعضاء الإنسان ممكن يحصل فيه أي التهابات، إنما الحاجات الأكثر شيوعا هو التضخم الحميد للبروستاتا، وفي بعض الأحوال سرطان البروستاتا. الالتهابات ممكن تصيب أي رجل، إنما بتبقى أكثر في المراحل بتاعة الشباب. إنما التضخم الحميد للبروستاتا ده ما نقدرش نسميه إنه هو مرض، لأن ده حاجة ملازمة لأي راجل في الدنيا بدءا من سن الأربعين. يعني أي راجل يوصل سنه لأربعين سنة لازم البروستات بتاعته تبتدي تكبر معاه، زي ما بيطلع له شعر أبيض البروستات بتاعته بتبتدي تكبر معاه. يعني مسبباتها الشيخوخة أو الكبر في العمر، يعني هي ملازمة لأي رجل. أي رجل بيوصل لسن الأربعين طول ما هو بيكبر البروستات بتاعته بتكبر معاه. إنما الفيصل هل البروستات دي لما كبرت ادت أعراض ولا ما فيش أعراض؟ شو هي هالأعراض؟ الأعراض بتاع التضخم الحميد للبروستاتا كله، يعني البروستات دي عبارة عن غدة تحت عنق المثانة، ومجرى البول للرجل الجزء الأول منه بيعدي من خلال البروستاتا دي. ففي بعض الأحوال لما البروستات بتكبر بتبتدي تضغط على مجرى البول فتسبب صعوبة في التبول. يبتدي المريض يشتكي من أعراض في البول بتاعه تتمثل في أنه بداية البول بيبقى فيها شوية صعوبة، وبعدين قوة اندفاع البول ما بتبقاش بالقوة الكافية، والبول مش بيجي كله في 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 اندفاع واحد، لا بيبقى فيه شوية تقطع في البول. وبيبقى كمان عنده يعني الإحساس الدائم ان هو بعد ما بيخلص التبول انه لسه مش مفضي كل المثانة البولية بتاعته ولسه عاوز يرجع تاني عشان يتبول، مع كتر مرات التبول بالنهار وبيصحى من النوم بالليل عشان يتبول كتير. إذن هذه دكتور يعني مشاكل التبول هي العرض الأساسي لتضخم البروستاتا. بس أنت بتقول دكتور أنه هذا تضخم البروستاتا أمر طبيعي سيحدث لأي رجال بعد الأربعين، فليش في ناس حتصير لهم أكثر هذه الأعراض وناس لا؟ يعني ليش في ناس حيعتبر عندهم هذه مشكلة في حين آخرين حيعتبر هذه عندهم طبيعي؟ وبالمناسبة وكمان الأعراض لا تعتمد على البروستاتا دي لما كبرت وصلت لحجم قد إيه، بمعنى أن ممكن بروستات تكبر يوصل حجمها كبير كده قد يمكن البرتقانة أو حاجة، والمريض ما عندوش أي أعراض، ومريض تاني ممكن البروستات بتاعته تكبر لحجم يوصل زي الوان ليمون أو ليمونة كده ومع ذلك عنده أعراض. تعتمد على إيه؟ تعتمد إزاي البروستات دي لما كبرت وقد إيه ضغطت على مجرى البول في خروج وابتدت تمانع البول في خروجه. انما يعني في ناس حتكبر عندهم بلا ما تسبب مشاكل في التبول او اي بالزبط. شيء بالضبط. وناس تانية مش بتكبر لهذه الدرجه ومع ذلك الاعراض عندهم اكثر او كبيره. وحجم البروستاتا كمان لا يمثل اي قيمه في علاج البروستاتا، بمعنى لو في بروستات كبيره كده ومش عامله اعراض ما بنعملهاش حاجه خالص، ولو بروستات بحجم اصغر ومديه اعراض لازم ساعتها نبتدي نشوف اللي ممكن نعمله لهذا المرض. طب احنا ممكن نتكلم عن العلاجات، بس عندي سؤال. انت ذكرت انه التضخم ممكن ان يكون حميد، متى يصبح غير حميد؟ وهل تختلف الاعراض ولا يجب ولذلك ضروره الفحص الدوري؟ هو يعني بالضبط للاسف ما فيش اعراض محدده لسرطان البروستاتا. نفس الاعراض بتاعه التضخم الحميد بتبقى هي الاعراض بتاعه سرطان البروستاتا. يعني كم النسبه انه تتحول الى شيء غير حميد؟ ما فيش تحول، يعني هو بيبقى في بعض الاشخاص وخصوصا اللي عندهم تاريخ في العائله لقرابه من الدرجه الاولى، اللي بيبقى مثلا والده او عمه او خاله عندهم اورام او سرطان في البروستاتا، دول بيبقوا أكتر عرضة من غيرهم إنهم ممكن يجي لهم سرطان للبروستاتا.
النقطة المهمة في سرطان البروستاتا هو الكشف الدوري، يعني أي. المفروض أن أي رجل بدءا من سن الأربعين برضو يعمل تحليل دم مهم جدا مرة واحدة كل سنة. تحليل ده اسمه PSA أو يعني اختصار حاجة اسمها بروستات سبيسيفيك أنتيجين، ده دلالات أورام البروستاتا. لما بنعمل التحليل ده هوت وتطلع النتيجة بتاعته في المعدل الطبيعي لسن هذا المريض، خلاص احنا الى حد ما بنبقى مطمنين ان هذه البروستاتا ما فيش فيها اورام. طيب دكتور، هل في سبب معين بيسبب هذا تضخم البروستاتا اللي يقدر الانسان يتجنبه فيقي نفسه من هذا التضخم؟ سرطان البروستاتا؟ لا، التضخم. التضخم زي ما قلنا هو مش مرض عشان نشوف حاجة تمنعه. هو ملازم لاي رجل، يعني اي راجل في الدنيا. ايوه، بس انه يصير مشكله قد كده، يعني انه طبيعي انه مع العمر زي ما بتقول يكبر، بس انه يحصل مشكله، هل في سبيل او في طريقه لتجنبها؟ لا يعني هي البروستات بتكبر، يا تدي اعراض يا ما تديش اعراض. دي تعتمد على زي ما قلنا ازاي البروستاتا دي كبرت وقد ايه ضيقت البول في خروجه، يعني لا سبل للوقايه. طيب نتحدث اذا عن العلاج، شو هي العلاجات؟ انت ذكرت انه اذا لم تسبب مشاكل او اعراض ما بنعملش حاجه خالص. اوكي، اذا سببت. انما لو ابتدت تسبب اعراض لهذا المريض وخلت اللايف كواليتي بتاعته مش مظبوطه، الخطوه الاولى اللي بنبتدي بيها في العلاج ودي بتجيب نتيجه مع معظم المرضى هو الادويه. بنبتدي نوصف لهذا المريض ادويه، الادويه ده هي بتساعد على ان المشاكل اللي عند هذا المريض في اندفاع البول بتاعه انها تتحسن. وفي بعض الادويه الاخرى اللي بنستعملها انما ما عدناش بنستعملها كتير في الوقت ده هو اللي هي بتقلل حجم البروستات شويه، بس زي ما قلنا حجم البروستات ساعات ما بيبقاش هو العامل الاساسي في اعراض البروستات، عشان كده الادويه بتجيب نتيجه كويسه مع معظم المرضى. أيه. طب دكتور، بس يعني على هذه السيره اللي انت بتقولها في الموضوع، في ناس كثير بيربطوا بين التضخم وبين حتميا الاصابه بالسرطان اذا ما تم العلاج. لا لا، دي ما لهاش اي علاقه، لان زي ما قلنا التضخم الحميد ده موجود في كل الرجاله فوق سن الأربعين، انما السرطان البروستاتا مش موجود الا في نسبه محدده من الرجال اللي هم في الاغلب بيبقى عندهم العامل الوراثي، عامل وراثي موجود في العائله. هل تضطروا للجوء للجراحه لعلاج لما بقى بنبتدي ندي للمريض الادويه والادويه ما توصلناش لدرجه الرضا من المريض لان اعراضه لسه موجوده، ساعتها بنفكر ان احنا نعمل له اي تدخل جراحي. والتدخل الجراحي للتضخم الحميد للبروستاتا حاجات كتيره جدا. ايوه، انما اهمهم هو استئصال هذه البروستاتا عن طريق المنظار. أيوة. سواء كان بالليزر او بالكهرباء او whatever. طيب فحص البروستاتا قد ايش نقدر نقول انه لازم الشخص يعمله؟ هل هو امر سنوي ولا كل مثلا 3 سنين مثلا؟ امر سنوي. اولا هو ثمنه مش غالي، وفي نفس الوقت انا بعمل عينه دم وبطمن لمده سنه ان انا البروستات بتاعتي ما فيش فيها مشكله. صحيح. الكلام ده يمكن اتغير في الفتره الاخيره وحبوا انهم يعلوا السن شويه بدل ال 40 يخلوها 50 سنه، انما انا في اعتقاد الشخص يعني 40 سنه لاي راجل او 35 سنه للرجاله اللي عندهم تاريخ في العائله انهم عندهم سرطان في البروستاتا، انه يعمل هذا التحليل مره واحده كل سنه حاجه مش صعبه. ايوه. الدكتور امجد فاروق استشاري جراحه المسالك البوليه ضيفنا في صباح العربيه. شكرا لك. شكرا جزيلا.